فكيف الإنسان يطلب تقرب من الله عز وجل وقلبه نجس بحب الدنيا بيعد لا يذكر ما بشعر بلذة الذكر معلق هلأ طالب معلق بالنجاح بدي النجاح بده النجاح أما يدرس بده النجاح معلق بالنجاح هاي الدنيا تبعه علق قلبك بالله بيعطيك النجاح علق قلبك بالله وانت اما إيه؟ تؤدي وظيفتك بالدراسه الله يعطيك النجاح اما صار بده النجاح بده النجاح النجاح بيهرب منه بيركض وراه بيهرب منه بيهرب الا في بعض اخوانكم الله يوجه له الخير قدم على الفحص من مرات من مرات عم يقدم على الفحص قال يعني والله الكتاب عم بكتبه مثل ما هو حافظه وهو عم يرسل مشان الله شو هي؟ قلت لك يا ابني انت عم تطلب لنفسك ما عم تطلب لله. انت عم تدرس لنفسك بدك انت دني. مشان تنجح تصير يعني مدير او تصير كذا. و... قال لي والله هذا طلبي، لكن شو بدي اطلب؟ عم يطلب مشان يصير هو مشرف، مدير، كذا انت طالب دنيا يا ابني مطلوب الله تجيك النجاح بيجي لعندك كون مع الله <applause>